طبعا الناس، في ناس كتير زعلانين من شريف، هينتقدوني وهيقولوا ايه اللي بيقوله احمد ناجي ده، لكن انا بقول لكم انا مربيه وعارفه. وناس تقول بيلعب عشان ابوه، وناس تقول بيلعب التوريث، بس شريف بيلعب بقاله 20 سنه عشان ابوه. حاجة والله كلام يضحك. لا كلام يعني مش منطقي خالص يعني. لكن انا بقول لك اهو شريف، انا مع سيف في البرنامج، انا عايز اقعد معاك، انا بحبك ولازم اقعد معاك، وشوف شوف ارض محايده نقعد فيها. لا كابتن، لازم لازم تضيعه مع حضرتك، محتاجه كل القصه دي، ولازم بقى في كلام من الكابتن اكرامي ان هو يقعد، ولازم يقعد مع حضرتك ومع كابتن طارق، ولازم هي دي السكك اللي ترجعه طبعا. تاني. انا اكيد طلب يقعد معايا، ده هو معاه كل يوم. لا لازم، لا لازم يعني، هو دلوقتي في اشد الاحتياج ليكوا، يرجع تاني وان شاء الله باذن الله يتالق ويقف على اكيد طبعا الخط بشكل وعايز كويس.